يلا شحنا افوارنا جامد قبل ما نتكشف. شو زوجك اشتاو افوارنا احنا قوي في موضوع القنبله ده اوفر قوي. ايه البلد اللي ما فيهاش مشاكل دي؟ واحد لو عايش هنا مش هيموت. والتفاح وحش كمان. ايه ده؟ ايه ده؟ مالهم دول؟ مش عارف شكلهم عمال مستنيين اتوبيس الشغل تقريبا. بس! بس! What's going on? جالي سأوبتني يدوبيو بلاتشو. والله؟ بتقول انه عايز يرمي نفسه عشان مراته زبطته مع اختها في البانيو. يا نهار اسود، واحد عايز ينتحر. انا فاهم. نط فين يا عم؟ ما كلهم واقفين على الارض اهو. لا يلا مش الناحيه دي، ناحيه ثانيه فوق. يعني يا مجنون. استنى استنى استنى، على وضعك يا معلم. ها يا جماعه، بس قبل ما ينزل تكرر ثاني اعمل كده. بقول لكم ايه، احنا لازم ننقذه. عندك حق. لا حول ولا قوة الا بالله، الواد صعبان عليا قوي يا هشام. صعبان عليك ايه؟ ده بيعمل نمرة مش هينط. ده لابس جوانتي. انت لابس جوانتي خايف من البرد وانت هتموت؟ انزل يا اسمه ايه الواد؟ واتس هيز نيم؟ توميسلاف. توميسلاف؟ انزل يا توميسلاف، انت فاكر نفسك هتتشهر؟ هنعمل بقى صفحة كلنا توميسلاف؟ بقول لك ايه؟ أنا عندي فكرة حلوة نخليه يرجع من الفيلم ده. ايه؟ تعال معايا. ده انا هضرب اهلك. انزل يلا، انزل يلا، انزل، ما تبقاش عبيط يلا، موت معانا يا ماما والنبي. هضرب بجد. الازاز اتكسر، الله يخرب بيتك. تعالى بقى زي ما بنعمل في شريف اكرامي. البتاع مش راضي تيجي في عينه عشان تستنى نعكس الشمس في وشه. تعالى تعالى افرش بقى، نط يلا يلا يلا، ما تخافش. نط يا عم ما تقلقش، عملناها 100 مرة قبل كده. يلا مش هينط يا عم، ده عايز يموت يا عم، هو مش عايز ملاية أصلا كده. أنا فايله يا شيكو. أيوه زق أنت كده بقى، خليه يقع عند المراية بالظبط. يلا أنا مش شايفه، بشرح لي. ها يمين شوية يا فهمي، يمين شمال شوية يا فهمي. أيوه أقف على السور يا فهمي. عايز بقى تهبل يا ابني؟ ما احنا معانا الملاية، ما تقلقش يا عم. نط بقى، هتنط يا عم، خلص بقى. هتنط ولا نمشي ولا ايه؟ الواد ده عنيد جدا مش ممكن. يا جدعان مين اللي طلب البوليس؟ يا جدعان ما تسيبونا نتصرف. مساء الفل يا باشا. الواد اتجنن، عايز يرمي نفسه من فوق. وتشيني جي ما سمعش تجارك تناوي تسكوتشي. كوتشي جابوا له، هيجيبوا له كوتشي. بقول لك ايه؟ ده البوليس هنا طري قوي. ده الظابط بيقول له انزل ونعمل لك اللي انت عايزه. معلش يا باشا، بس عشان دي اشكالي وسخه انا عارفها كويس، بعد اذن حضرتك. يلا انزل يلا، امك واختك شدوهم على الاسم. هتنزل ولا الباشا هيظبطهم؟ ما تخوفوش مش هيجي كده. توميسلاف، احنا جالنا خبر دلوقتي لسياده المحافظ، مضى الطلب اللي انت مقدمه بخصوص الشقه اللي كنت طالبها في مساكن الشباب. الف مبروك، بقى في مكان يلمك انت وعيالك. انزل بقى. مش هينزل، مش هينزل، مش هينزل. اوعى يا اوعى يا وسع يا وسع 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 وسع. عشان ما تتزحلقش بس. يلا يلا وسعوا يا اخوانا، وسعوا وسعوا ماشيكوا. معلش يا جماعة كده بس عشان هنشتغل. ما تخافش ما تخافش، بسرعة تعملوا عملية يا باشا. بسرعة بسرعة بسرعة. هما جابوا المطاف ليه؟ هو بيولع. خش يا باشا بقى، خلاص يلا خش، خلاص هينط. يلا خش يا جدعان، اصلا يا جدعان الراجل هيموت. مش ممكن ايه التنحة اللي انتوا فيها دي يا اخوانا؟ اتأخرتوا قوي، تلات دقايق عشان تيجوا، تلات دقايق. حضرتك جاي ليه؟ حضرتك هو الراجل ده عيان او حاجه؟ عيان في دماغه طبعا. تيجوا العربيه دي ليه في حريقه فوق؟ ها في حريقه فوق؟ معرفش. امال العربيه دي ليه؟ هو تقريبا طلع عيان. استنى يا عم والنبي بقى،
ايه ده يا هشام؟ ايه ده؟ كل حاجه اتحل. ايه ده؟ الراجل هيبقى زي الفل. مستهترين جدا، 3 دقايق عشان العربيه تيجي. يا عم هطلع معاك، انا عارف الطريق. قول له شغل خراطيم الميه. فهمي ادي بس عفه للراجل بتاع المطافي، هو اللي وقعه. يا عم خش يمين يا عم. هو الراجل ده عيان ولا ايه؟ عيان؟ يس عيان صح؟ بقول لك ايه يا فهمي؟ ما تضربوش بقى بالسعافه لانه تقريبا طلع عيان. خش بقى خش يلا. لا اله الا الله. يا نهار اسود. لا اله الا الله. ماشي. لا اله الا الله. ماشي. الواد كويس. الواد كويس. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. الحمد لله على السلامة. ايه؟ كويس. الحمد لله على السلامة. ايه؟ انت يالا اتجننت يالا. انت عبيط. ها؟ انت مجنون عايز انت عارف يا عم خلاص. انت عارف طلعت عربيه الاسعاف في المطاف دي بتكلف الدوله كام؟ خلاص يا معلم الشغلانه قضيت. انت بتصور ايه؟ انا ما كنتش قادر انزل على السلم فرطيت. فاكرني بطل انترفيو؟ طب تعالى ماشي تعالى.